ما كاينش الحقد وما كاينش الغيره ما كاينش ما تعاون عاون تنقولوا في سبيل الله. والله الا انا نصيحتي للمغاربه جمع فلوس زمان دوار وبعد من الاجنبيات الامريكان اللي عجبوني في نعاسهم وهذه وانما راه في, في الحياه راه ما كايناش هي الدار الغلطه تاكل العصا. علاش بحالاش بحال زعما تاكل العصا؟ انا ماشي نقول كل ما تسكتش عليها ما تكذبش عليها ما تبقاش مسامح فيها في الدار خرجها دورها ساريه غتكون اتعبدك. اجي بنتي لا بحال شي مراد المغرب انا اليوم عيان ما باغيش نهضر غتقول راك عارف شنو غتقول لك الاف وورد وتم خارجه وتسمح فيك وتقول لك واجي الدار يدخل الدار تعيط لك البوليس خرج سير بحال. والله لا برافو عندك والله كاينه هذه كاينه هذه وما تقدرش تقول الحقيقه ديني المراه الثانيه تزوج فيها 13 عام تايلونديز جابونيز درتي معها الاولاد المره الاولى درت مع الاولاد هذه طلعت سحاره امها سحاره تايلونديه باش كثار من المغربيه طلعت علاش من تايلاند هما تيسحروا ويلي 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 لا 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 وانا الحماق انا نقول لكم شي تايلانديات عند تايلاند وهايتي او ما يمكن منهم زعما تيوكلوا فم الضباع وداك الشيء ولا كيفاش؟ الشيء دابا السحور الناس ما فاهم السحور راه سم تاكل كيبقى يدق فيك الداخل يعني خرجت عليك راك كانت تقتلني قالت لي خويا اختي واحد اختي قالت لي اش ما عشطاتك ولا كتجينا في الصندوق ما تعاودش ما سهلاش اخويا مصطفى اش شنو وبالحق الا قلت لي واش اي ريغريت اني ثينغ واش بقات في شي حاجه اي ريغريت وان ثينغ سكند ماريج ما كنت نتزوج كنجيب بنت البلاد هذا هو الغلط اللي درت اما يو نو اف يو بوت مي باك اي ويل دو سيم ثينغ I love where I was living. I had kids, I was kids, everybody happy, they live in suburbia. You know, I lived like American from A to Z. ولكن مصطفى 13 عام يعني كان عليك كون كانت خايبه كنت فرقتي في العام الاول. وراه شوف انا باش نقول لك غنجيك الخلاصه شي زواج الاجنبيات تيسالب الفراق واخا تبغي كنت تبغيها وانت دابا درتي 65 عام باغي تدخل للمغرب اللي كتقول لك هذه بلادي يا طير كي غدير ترضيح غتقول لي حكا راه الدراري هذيك 1% كطرا دابا انت خربقتي لي هذاك الشيء كاع اللي مبلاني في عقله خربقتي راه تنقول الصراحه دابا عرفتي اخي مصطفى شوف راه الريمه الناس اللي كيتفرجوا فيك باغي يديوها قاوريه دابا تخربقوا شوف شتي نعاس اسمح لي لا قطعتك شتي نعاس القاوريه ما كاينش خوف في العالم فهمتيني وانما المعشره ما عندهمش دغيا تيكرو الخير انا نقولها ما تثقش فيهم في العشره والو شتي هي تقصها تقول لك انا وغنمشي مع صاحبك يا روز قلت لها انت واو هذه راه شوف هذه يعني كنشوف الاغلبيه كيتفارق مع قوريه في السينا وكاين اللي كتصدق له يعني ما عرفتش شوف تصدق لك 1% شو شحال ما تصدقش راه 99% ماشي نقول لك على 10 عطينا ما تمشي وانما زعما غتبقى معك ديما راه ما كايناش راه ما كايناش انا كنت فرحان خدنا المغرب قلت لا يا حيد انت فشلتي انا فشلوا لي الزواج انا مثلا انا ننصحهم من الاخطاء اللي درت ما بقيتش ننصح واحد شنو يدير في الزواج وين نقولوا الاخطاء اللي درت باش يفهم يا I you know and I'm open minded somebody think you know he's not agree with me I respect that I let it that's way you know but he's not gonna work